شوفوا بكره الاوضه اللي هيلعب فيها النادي الاهلي. يا ريت تقدروا، عايزين يا ريت يا ريت. طب ورينا كده يا سمير حاجه جايه لنا خاصه من غرفه خلع ملابس النادي الاهلي، او الغرفه اللي هيلعب فيها بكره ان شاء الله النادي الاهلي. كنا جايبينها لحضراتكم صور من يومين، النهارده جايبينها لحضراتكم فيديو برضو. يعني بتبقى الحاجات دي احنا نشوف الغرفه اللي هيغير فيها النادي الاهلي بكره ان شاء الله قبل ساعات من بدايه المباراه. اوضه محترمه، اوضه حلوه بصراحه، اوضه يعني جميله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في هذه المباراه الصعبه، وان شاء الله بطوله جديده تضاف للنادي الاهلي، بطوله رقم 24 ان شاء الله لو ربنا كرمنا بيها بكره، بطوله رقم 24 ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نقترب رويدا رويدا من ريال مدريد. احنا بنتكلم عن ريال مدريد، ها اسبانيا، ما بنتكلمش عن حد.